بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا المرة السابقة في تجربة الضغط الثابت، وقلنا إن دي بتصلح للتربة الخشنة، لكن النهاردة هنتكلم على تجربة الضغط المتغير أو الفولينج هيد تيست، وده يعتبر الجزء العاشر من شابتر 3 سي بي جي إن إيه إن صايغ. التجربة بتاعت الضغط المتغير دوت أو الضغط اللي هو الفولينج هيد تيست ده، دي تصلح للتربه مين؟ الناعمه. ليه؟ لان التربه الناعمه الكوفيشن اوف بريبيليتي بتاعتها معروف ان هو ماله صغير جدا، ففي مشكله عندي الايه ان الميه هتنزل ببطء جدا في او هيحصل لها بيركوليشن للايه للتربه بايه بسرعه بطيئه جدا. فالجهاز زي ما انت شايف ادي ده الجزء اللي هيعمل لي الضغوط بتاعي، والعينه بتاعتي اهيت محطوطه في الايه التانك بتاعها. نفس الفكرة، أنا عندي دلوقتي عينة طولها L كويس، ومساحة مقطعها مين؟ A. أدي العينة بتاعتي، العينة دي موجودة طبعا في عندي هنا مين؟ المية بتاعتي بتخش هنا. ففي عندي نقطتين مهمين جدا، إيه هما؟ عندي عايز أعرف الضغط على المية هنا البدائي، يعني المية كانت موجود مثلا دي عندي هنا الإيه حسب الأنبوبة اللي أنا هحطها، أبتدي أو أدي المسطرة ابتدي اشوف ارتفاع الميه بتاعي، ارتفاع الميه بتاعي عن الميه اللي هي الخارجه ديت، ده اسمه اتش اي. طب وبعدين هبتدي اشغل الستوب ووتش. هناك لو تفتكر احنا كنا بنحسب ايه؟ حجم الميه في وقت معين. لا، هنا مش هتحسب حجم الميه لان الميه اللي هتطلع لك مش كتير. امال هعمل ايه؟ انا عندي الضغط ده مثلا كان مثلا 1 متر يعني 100 سنتي. ابتدي احسب الوقت اللي يخلي الضغط على الميه دوت بدل ما يكون 100 سم مثلا يكون 90 سم. يعني بدل ما يبقى اتش اي ب 100 يبقى الاتش فاينل بتاعتي ب 90. واحسب انا مين بقى؟ احسب الوقت دوت واقول له خلاص انت عايز ايه؟ عايز كي. الكي بتاعتي عباره عن اي في ال على اي في تي لين اتش انيشال على اتش فاينل. اتش انيشال خلاص عرفناها اللي هي مثلا في الحاله بتاعتنا دي مثلا 100، واتش فاينل مثلا ب 90. ال هو طول الايه العينه بتاعتي، والتايم اللي هو نزل الضغط من 100 لكام؟ ل 90. فيتفضل لي عندي ايه؟ ايه دي مساحه مقطع مين؟ العينه بتاعتي اللي هنا. امال ايه الايه ديت؟ الايه الثانيه ديت هي عباره عن مساحه الستاند بايب الصغيره اللي فوق ديت، اللي هي ممكن تكون ديت او تكون ديت او تكون ديت على حسب اللي انت هتستخدمها معاك في الايه في التجربه بتاعتي. يبقى انا اقدر اجيب الاريا ديت والاريا ديت والاي والال والتي والاتش اي والاتش فاينل، اقدر اطلع منها قيمه الكي اللي هي الكوفيشن اوف بيرميبيليتي. قلنا دي بتصلح لمين؟ للتربه الناعمه، لاني مش هتجمع ميه كتير، ولكن الضغط ده هينزل في فتره ممكن احسبها. كده يبقى انت حسبت كي للتربه الناعمه والتربه الخشنه فين؟ في المعمل بالطرق الايه؟ اللي هي الدايركت. شكرا.